عبد العزيز قباري يتخلى عن الشرعية اليمنية والعودة إلى صنعاء؟ فلنشاهد تفاصيل. كشف مصدر مقرب من نائب رئيس مجلس النواب في حكومة الشرعية عبد العزيز قباري عن رغبة المسؤول المثير للجدل قباري في العودة إلى صنعاء. قباري الذي أكد أن السلطات السعودية لم تبلغ السلطة الشرعية حتى الآن رسميا بشأن محادثاتها الجارية مع الحوثيين، يعكس النائب عبد العزيز قباري موقف طيف واسع من القوى والفعاليات اليمنية أي تسوية مقبلة تنهي الحرب. وقال المصدر نقلا عن قباري قوله: إن أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي هي عندما قررت مغادرة صنعاء إلى السعودية. وأضاف أن قباري الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس النواب ومستشار للرئيس هادي بات يشعر بالرغبة في العودة مجددا إلى صنعاء والتبرؤ من دوره في التحالف والشرعية. وتقدر الإشارة لأن عبد العزيز قباري تعرض اليوم الأربعاء لمحاولة اغتيال فاشلة عن طريق عبوة ناسفة زرعت قرب مدخل الفندق الذي يقطن فيه بمدينة مارب بعد عودته من المملكة العربية السعودية إلى مدينة مارب.